السلام عليكم. من تابع اللي هو chapter 2 lecture 2. في عندي show that the orthogonal unit vector orthogonal. طبعا احنا بنتحدث هنا chapter 2 كله عن الكيرف لينير coordinate اللي هي المحاور المنحنية. فعندي حكيت لكم احنا بنتعامل مع orthogonal كيرف لينير coordinate. فاحنا حكينا في عندي 3 coordinate اللي هي Q1 Q2 Q3. فاحنا كل واحدة من هذول الكوردينيت Q1 Q2 Q3 الهن يونت فيكتور زي الاكس والواي والزد اللي هي هاي كمان اورثوغونال كارتيسيان كوردينيت. الاكس الها اليونت فيكتور اي، الواي الها جي، الزد الها الكي. فعندي A1 تابع على ال Q1 وال A2 تابع على ال Q2 وال A3 تابع على ال Q3. فعندي اثبت انه اللي هي AI يعني اي واحدة منهن واحد او اثنين او ثلاث بيساوي واحد على HI في مشتقة الطول بالنسبة لهذا اللي هو الكوردينت اللي هو QI. طيب هسه بشكل عام احنا عندنا حكينا انه الطول DL بالكيرف لينير كوردينت بيساوي A1 اللي هو اليونت فيكتور في H1 حكينا هذا سكيلينج فاكتور حتى يحول لي اي كوردينت لطول لازم نضربه في سكيلينج فاكتور. شفنا انه كيف السفيريكال بالمثال السابق كان عندي الار والثيتا والفاي كل واحدة ضربناها في سكيلينج فاكتور معين حتى يطلع عندي طول. فعندي هذا اي طول بيتكون من A1 اللي هو اليونت فيكتور لهذا الكوردينت في H1 السكيلينج فاكتور في DQ1 زائد A2 اللي هو الكوردينت الثاني في H2 في DQ2 زائد A3 في H3 في DQ3. فهذولا اللي هو خلينا نحكي الدي ال اللي هو عنصر الطول اللي موجود عندي في خلينا نحكي في الكوردينت الكيرفلينير. طيب هسه ال اذا فانكشن اوف Q1 وQ2 وQ3 زي ما ملاحظين هون ال از ا فانكشن اوف Q1 وQ2 وQ3 زي كيف كان عندنا اكس واي وزد. كانت ال عباره عن جذر التربيع الى اكس تربيع زائد واي تربيع زائد اكس تربيع، وكفيكتور هي عبارة عن XI زائد YJ زائد ZK. فخلينا نحكي مشتقة الطول نقدر نكتبها بما انه function of 3 coordinate او 3 variable. خلينا نحكي فهي المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Q1 DQ1. لاحظوا المعادلة اللي بعديها هي المعادلة رقم 2. DL اللي هي التفاضل هذا الـ L هو عبارة عن اعتماده على ال 3 كوردينيت بارشال ال بارشال Q1 في DQ1 بارشال ال بارشال Q2 في DQ2 بارشال ال بارشال Q3 في DQ3. فهسه اذا بنقارن خلينا نحكي المعادله رقم 1 والمعادله رقم 2 نستنتج انه اليونت فيكتور A1 شو بيساوي بالمقارنه. هون عندي DQ1 وفوق عندي DQ1 فبصير عندي A1 اللي هي اليونت فيكتور في H1 بيساوي DL1 على Q1. فال A1 اللي هو يونت فيكتور بيساوي 1 على H1 في DL على DQ1. فهاي هي المطلوب منا في هذه المعادلة اللي هو اثبت انه A1 بيساوي 1 على H او بشكل عام AI، لانه احنا عندنا I بتساوي 1 2 3 بيساوي 1 على HI في مشتقة الطول بالنسبة لـ QI. السكشن اللي بعده عندي 2 4 ذا جريدينت. كيف بيكون شكل الجريدينت في الاورثوغونال كيرفلينير كوردينتس؟ الجريدينت بيكون خلينا نحكي الجريدينت بيساوي اللي هو A1 اليونت فيكتور اللي شرحنا عنه سابقا في المثال اللي قبله في مشتقة الجريدينت. طبعا تشتغل على سكيلر فانكشن الجريدينت اوف فاي يساوي A1 في دي على دي ال 1 في مشتقة الفاي زائد A2 في بارشل على L2 ل الدي فاي زائد A3 في بارشل خلينا نحكي الفاي على دي ال 3. هسه دي ال 1 بنعوض مكان ال A1 على دي ال 1 بنعوض مكانها اللي هي حكينا دي ال 1 بيساوي H1 في دي كيو 1. يعني هون انا عوضت مكان الدي ال 1 اللي هو H1 لانه انا بدي طول. الطول بالنسبه للطول حكينا بس L1 بيساوي H1 اللي هو هذا سكيلينج فاكتور حتى يحول لي الكوردينيت Q1 لطول. ف A1 بتظل زي ما هي فبعوض مكان دي L1 اللي هي H1 في DQ1
وهون بعوض مكان ال L2 اللي هي H2 في DQ2، وهون بعوض مكان ال DL3 اللي هي H3، يعني هذا اللي موجود في المقام DL3 هي عبارة عن H3 في DQ3. يعني حكيت لكم مش شرط يكون كل ال Q1 وال Q2 Q3 هي عبارة عن طول. أنا هون بالنسبة لل gradient بشتق بالنسبة للطول في الثلاث اتجاهات، ففي عندي A1 و A2 و A3 هاي اليونت فيكتور في الاتجاهات الثلاث، DL1 و DL2 و DL3 اللي هي الطول في الاتجاهات الثلاث، والكوردينت إذا ما كان طول لازم أضربه بسكيلينج فاكتور حتى يصير عندي طول. فL1 حكيت لكم هي عبارة عن H1 في DQ1، الL2 عبارة عن H2 في DQ2، وهكذا. نيجي على الدايفيرجنت، هاي خلصنا من الجريدينت. الجريدينت إذا أي كمية بدي اي كمية سكيلر فاي بدي اعملها جريدينت في كوردينت مختلف عن اكس واي زد، هاي عبارة عن اللي هي الصيغة العامة. هسا راح نطبق هاي الصيغة العامة على سفيريكال كوردينت وسلندريكال كوردينت. يعني انا بعطي الصيغة العامة للأورثوغونال كيرفيلينير كوردينت بعدين بطبقها على سفيريكال وسلندريكال. طيب نيجي على اللي بعدها اللي هي الدايفيرجنس. الدايفيرجنس كيف شكل الدايفيرجنس؟ انا بكتب لكم طبعا الاشتقاق طويل، بكتب لكم العلاقات النهائيه في هذا السكشن اللي هو الدايفيرجنس. نيجي على الدايفيرجنس. الدايفيرجنس عباره عن جريدينت دوت الفيكتور، وهي كميه سكيلر. خلينا نحكي بالكارتيسيان، كانت عباره عن بارشل اي اكس بارشل اكس زائد بارشل اي واي بارشل واي زائد بارشل اي زد بارشل زد، بنجمعهم الثلاث. يعني بدك تشتق ال A كان بالكارتيسيان عبارة عن 3 component AX و AY و AZ، فبدي اشتق ال AX بالنسبة لل X، بدي اشتق ال AY بالنسبة لل Y وال AZ بالنسبة لل Z واجمعهم الثلاث. هون لا، اول شيء بحط السكيلينج فاكتور بالاول، واحد على السكيلينج فاكتور الثلاث مضروبات ببعض H1 H2 H3 مضروبات ببعض، بعدين بشتق بالنسبة لل بشتق اللي هي الكومبوننت الاولى اللي هي A1 بضربها بالسكيلينج فاكتور H2 H3، بشتق بالنسبة للكوردينت الأول Q1، زائد بشتق بالنسبة للكوردينت الثاني Q2، بس بضرب اللي هي الكومبوننت الثاني للفيكتور اللي هي A2 بضربها بالسكيلينج فاكتور H1 و H3، زائد بشتق بالنسبة للكوردينت الثالث بس A3 هنا بضربها بالسكيلينج فاكتور اللي هو H2 H3. فلاحظوا H1 هون ضربناها H1 ضربناها باثنين وثلاث، H2 ضربناها بواحد وثلاث، H3 ضربناها هون كمان عندي غلط H3 لازم تنضرب بواحد واثنين، فهنا منعدلها للي متابع معاي في الشرح، هون منعدل ال A3 لازم تنضرب بواحد واثنين، لأنه هاي شغلات يعني دقيقة جدا، والواحد لما يجي خلنا نحكي يكتب المحاضرة بيكون كثر الكتابة بيرخبط بعض الرموز. فهون هاي الثالثة الأخيرة اللي خلنا أحط عليها، خلينا نحكي هون هاي A3 لازم تكون مضروبة في واحد واثنين، واشتقى بالنسبة للكوردينيت الثالث بدل ما هون حطيت اثنين وثلاث، لأنه اثنين وثلاث هيني حطيتها بالأول A1 مضروبة باثنين وثلاث، فهون A3 لازم تكون مضروبة H1 و2. طيب نيجي على اللابلاسيان اللي هو اللي بعده. اللابلاسيان اللي هو دايفيرجنس اوف ذا جريدينت، لاحظوا اللابلاسيان هو نفسه دايفيرجنس، هاي دايفيرجنس للجريدينت، بصير عندي جريدينت دوت جريدينت بصير جريدينت تربيع. فهذا كمان خلينا نحكي واحد القانون الرئيسي، واحد على السكيلينج فاكتور H1 في H2 في H3، فمشتقة طبعا وهي كمية سكيلر مشتق دي باي دي كيو 1. نفس الشيء هنا بدنا نركز هنا H2 في H3 على H1 في دي فاي دي على دي كيو 1 زائد مشتقة بالنسبة للكوردين الثاني دي على دي كيو 2 هنا H1 H3 على H2. لاحظوا هنا بالمقام موجود عندي زي كأنه طول اللي هو H1 بارشال كيو 1، هنا عندي H2 دي كيو 2، هنا عندي H3 دي كيو 3، خلينا نحكي المتبقي هنا H1 المتبقي 2 و 3 بنحطهم هنا في البسط، وهنا H2 المتبقي H2 و H3، هنا H3 في المقام بنحط المتبقي H1 و H2. طبعا هاي القوانين ما في داعي تكون حافظها، لأنه هسه بس نيجي على تطبيقها
بنطبقها مباشرة لإيجاد الدايفيرجنس في السفيريكال والسيلندريكال كوردينت. نفس الشيء زي ما أوجدنا الدايفيرجنس واللابلاسيان بدي أوجد الكيرل برضو قانون معين دائما هاي موجودة في المقام السكيننج فاكتور 1 على H1 2 3 هنا بالصف الأول إذا بتتذكروا في الكير كان عندي اي جي كي هون عندي اليونت فيكتور اي 1 واي 2 واي 3 بس مضروبات بالسكيننج فاكتور حتى يتحولوا لطول. هون عندي في الصف الثاني نفس الشيء موجود البارشلز اللي هو بارشل كيو 1 بارشل كيو 2 بارشل كيو 3. في الصف الثالث موجود عندي برضو الكومبوننت بس مضروبات كمان بالسكيننج فاكتور. طيب هون عندي مثال على مثال يعني بسيط. إذا أخذنا A1 فقط هنا فيكتور يعني هذا من نعتبر أنه A بيساوي A1 فقط مكتوب في الكيرف لينير أورثوغونال كوردينيت أوجد طبعا هذا وين بده يكون اتجاهه A1 حكينا باتجاه increasing Q1 دائما اليونت فيكتور باتجاه زيادة الكوردينيت يعني A2 بده يكون باتجاه زيادة Q2 A3 بده يكون باتجاه زيادة Q3 أوجد الدايفيرجنس والكير لهذا الـ A1 باستخدام القواعد اللي شفناها قبل شوي اللي مكتوبة يعني بس بدي أطبق تطبيق مباشر. بس شو هون التريح إنه لما أخذنا A1 لما تأخذ أنت فيكتور اللي هو A1 هو عبارة لو بدي أجي أكتبه بالكومبوننت الثلاث باليونت فيكتور الثلاث هو عبارة عن 1 A1 زائد 0 A2 زائد 0 A3 فالكومبوننت للفيكتور A1 الـ A1 له بيساوي 1 اللي هو هيو الـ A1 هذا بيساوي 1 الـ A2 له بيساوي 0 الـ A3 بيساوي 0 فلما أوجد الدايفيرجنس لهذا بدي أطبق على القانون. لاحظوا أنا كتبت القانون مباشرة القانون 1 على السكيلينج فاكتور الثلاث الدايفيرجنس للـ A1 باجي على الكومبوننت. لاحظوا هنا بس هذا اللي بيعطيني جواب لأنه A1 بيساوي 1 هاي زي ما انتم شايفين هيو A1 بيساوي 1 هنا عندي H2 H3 بكمل هنا الحد الثاني A2 بيساوي 0 هنا الحد الثاني A2 هون لاحظوا بيساوي هيو فوق بيساوي 0 هيو A2 بيساوي 0 فهنا لما او حطينا مكان A2 بيساوي 0 نفس الشيء هنا A3 حطينا A3 كمان بيساوي 0 فبنيجي هنا A3 بيساوي 0 في الحد الثالث فبيطلع عندي هذول الحدين بيساوين 0 يتبقى عندي الحد الأول الحد الأول إذا هذا هو الجواب بده يكون 1 على H1 H2 H3 في بدي أعوض مكان A1 عبارة عن 1 بظل عندي H2 H3 إذا الجواب النهائي بده يكون عندي لهذا السؤال هو عبارة عن اللي هو هذا 1 على H1 H2 H3 في مشتقة H2 H3 بالنسبة لك U1 لما عوضت مكان الـ A1 لاحظوا هون عوضت مكان الـ A1 هو عبارة عن 1. طيب الكير لهذا الفيكتور A1 هو عبارة عن نفس الشيء 1 على السكيلينج فاكتور الثلاث بعوض A1 طبعا فيش عندي طبعا هون الحد الأول بدك تحطه كامل هذا الكومبوننت الأول والكومبوننت الثاني بدك تحطه كامل. نيجي على الكومبوننت الثالث بدي أحط H1 في A1 زائد H2 في A2 زائد H3 في A3. لاحظوا حكيت لكم A2 A3 بيساوي 0 فعشان هيك حطينا هنا 0 0 اللي هو هنا حطينا 0 وهنا حطينا 0. طيب هذا مين اللي بيعطيني فقط جواب بيعطيني اللي هو بيعطيني حدين الجواب لما احط اول شيء A1 في H1 بعدين هنا partial Q2 على 0 partial Q3 على 0 بيعطيني 0. الحد الثاني لما احط اللي هو ناقص A2 في H2 لما احط هذا يعني بشطب الصف مع العمود بصير عندي دي على دي كيو 1 للزيرو ناقص دي على دي كيو 3 للاتش 1 فهون انا حطيت ناقص دي على دي كيو 3 للاتش 1 وفي عندي اصلا اشاره ناقص بالاصل بصير عندي زائد اي 2 اتش 2 في اتش 1 مشتقه اتش 2 في اتش 1 على دي كيو 3. طيب بعدين بيجي عندي بحط زائد A3 في H3 وبنفس الشيء بغطي على العمود والصف بصير عندي مشتقة Q1 للزيرو 0 يعني ناقص مشتقة H1 بالنسبة للQ2 مشتقة H1 بالنسبة للQ2 كمان هون في غلط مطبعي اللي بتابع معاي صححه لأنه راح ننزلكوا يا PDF فأنت بتصحح
الأخطاء هون هاي لازم تكون Q2، هاي لازم تكون Q. طبعا بجواب النهاية رديت أنا مصلحها حاط Q2، لأنه هينا هون مصلحين، لأنه هاي الـ A3 في H3، H3 في H1. طيب هنا طبعا دخلت لهذا اللي خارج من الواحد على H2 في H3، فبس دخلت ال H2 في H3 للداخل وخليت ال H1 هنا خارج، والجواب النهائي طبعا هو عبارة عن حكيت لكم الحد الأول بيصير موجب، هذا بصير عندي A2 بالموجب مشتقة H1 على H3 بعد ما اختصرنا ال H2 مع ال H2، لأنه احنا دخلنا ال H2 وال H3، فال H3 تختصر مع ال H3 اللي فوق، فبظل عندي A2 في مشتقة H1 على H3 DQ3 ناقص هذا الحد الأخير اللي حكيت لكم عنه قبل شوي A3. لما دخلنا ال H3 اختصرت مع ال H3، بظل عندي ال H2 في DQ2 في مشتقة H1. لاحظوا هون معدلة اللي هي هيها، هون معدلة اللي هي Q2، بينما هون أنا كنت حاطة Q3، فهي هي نفسها لازم هاي تكون 2 بدل 3، فبتصححوها عندكم. طبعا هذا الجواب النهائي للكير. نيجي عندنا على الكارتيسيان كوردينت، هسا بدينا بالكوردينت، هاي طبعا ملخص للكارتيسيان، فيش داعي يعني نرد نكرره. الطول عندي بالكارتيسيان الديفرنشال للطول هي عبارة، لأن الطول هو نفسه الـ R اللي هو البوزيشن فيكتور، فعبارة عن مشتقة الطول بأن عندي الـ XYZ هي الـ coordinate، فعبارة عن IDX زائد JDY زائد KDZ. فعندي الأطوال بالنسبة بالـ X والـ YZ كله أطوال، ما في عندي scaling factor. عندي الـ gradient أخذناها كثير اللي هي الـ I مشتقة Phi على DX، J مشتقة بالنسبة للـ Y، والكي بالنسبة للزد المشتقة الجزئية، الدايفيرجنس برضو أخذناه، واللابلاسيان أخذناه، والكيرل أخذناه، يعني كل هذا أخذناه بشابتر 1، بس أنا ملخص كأنه كتبناه على صيغة الجدول. نيجي عندنا على آخر إشي سفيريكال كوردينت، هذا أول كوردينت، بعدين رح ناخذ السلندريكال. السفيريكال كوردينت في عندي R1، في عندي ثلاثة كوردينت، يعني Q1، إحنا كنا نحكي بشكل عام Q1 وQ2 وQ3 والسكيلينج فيكتور H1 وH2 وH3، هسا بدي أصير أحكي بشكل خاص عن السفيريكال كوردينت، يعني الQ1 اللي عبارة عن R اللي هو هسا راح نعرف فين، R اللي هو البعد عن نقطة الأصل اللي هي الأوريجين O، فR هو خلينا نحكي البعد عن نقطة ثيتا، هي التي الزاوية التي يصنعها خلينا نحكي الفيكتور او، خلينا نحكي النقطة بالفراغ بدنا نسميها بي. هون طبعا البي يعني موجودة هيها بس نغطي عليها الخطوط، هاي النقطة بي اللي عبارة عن بوينت احداثياتها ار ثيتا فاي في سفيريكال كوردينيت. الاحداث الاول هو الار، الاحداث الثاني الثيتا، الاحداث الثالث اللي هو الفاي. الار هي البعد عن نقطة الاصل، الثيتا هي التي الزاوية التي يصنعها او بي اللي هو الخط الواصل ما بين الاوريجين والنقطة بي، والزد اكسس، الزد اكسس زي ما انتم شايفينه هيو هذا الزد اكسس اللي هو هون الاكس واي بلين، انا مش حاط الاكس واي، لا هون حاط الاكس، الاكس واي بلين اللي هو المستوى هذا اكس واي بلين، هذا المستوى خلنا نرد نضلله مرة ثانية، الاكس واي بلين هذا الاكس واي بلين مكون العمودي عليهم هذا اللي في الأعلى هذا مستوى زد، فالزاوية اللي بيصنعها O في O P اللي هي القطعة المستقيمة O P مع محور الزد هي الزاوية ثيتا. طيب نيجي عندي على الإحداث الثالثة اللي هي الفاي. الفاي لما أنا أعمل إسقاط لل O P هاي، لما أعمل إسقاط على X Y بلين، هاي عملت اسقاط، يعني هاي خلينا نحكي مسقط الاو بي على الاكس واي بلين. المسقط هذا قديش الزاويه اللي بيعملها مع الاكس اكسس، هاي هو تعريف الزاويه فاي. فاي اذا ذا انجل بتوين ذا بروجكشن اوف، يعني البروجكشن يعني مسقط، مسقط الاو بي اللي هو القطعه الواصله بين الاوريجين والنقطه بي على الاكس واي بلين والاكس اكسس، هاي الزاويه ثيتا بين فاي. بينما الزاوية ثيتا هي الزاوية بين الـ OP والزد أكسس، هذيك الزاوية بين مسقطه على الـ XY plane والـ X أكسس، لاحظوا مش مع الـ Y أكسس، الزاوية بينه وبين الـ X أكسس.
نيجي عندنا على اللي هو هاي، عرفنا هذول الاحداثيات. طيب الاحداثيات هاي لما انا احكي مثلا r equals constant شو بيعني؟ يعني عندي عبارة عن سطح كرة surface of sphere نصف قطرة r. لما انا احكي r equals constant يعني سطح كرة مقداره r. طيب لما احكي theta equals constant شو معنى theta equals constant؟ اللي هو هاي اول واحدة حكينا عنها r equals constant عبارة عن سطح كرة زي ما احنا شايفين represent the surface of the sphere. طيب الثانية theta equals constant، هاي theta equals constant شو بتعني؟ هاي theta equals constant، هاي theta equals constant يعني اللي هو بعد ال OP عن Z axis بيساوي theta. خلينا نحكي انه theta 30 درجة، يعني لما نلف لفة كاملة حول ال Z axis بتظل هذا ال OP بيصنع زاوية 30. شو الشكل اللي بيتكون عندي لما لف لفة كاملة بزاوية مقدار ثيتا؟ بيتكون عندي كون، يعني خلينا نحكي شو كون بالانجليزي، كون اللي هو مخروط، مخروط له زاوية معينة بيصنعها مع زد اكسس اللي هي ثيتا. فهذا عندي خلينا نحكي ثيتا equals constant، هيها هون حاطها انا represent a cone، كون يعني مخروط. طبعا خلينا نحكي خلينا نحكي نقطة الأصل تقع عند اللي هي نقطة الكون اللي هو مسميه الأبكس، الأبكس للكون اللي هي النقطة اللي أسفل المخروط، الزاوية اللي بيعملها بتكون على خلينا نحكي على الأوريجين، الأبكس بتكون على الأوريجين وبلف لفة كاملة حول المحور الزد أكسس، هاي اللي هي ثيتا إيكوالز كونسنت. آخر إشي اللي هو الفاي إيكوالز كونسنت شو بيمثل عندي؟ لما هاي الزاوية اللي بيصنعها مع محور السينات فاي بتمثل عندي سيمي بلين اللي هو سيمي بلين يعني نصف سطح بيشمل اللي هو من اوريجين في الدايركشن للثيتا اللي هو سطح مستوي. هذا السطح المستوي خلينا نحكي كيف بدنا نحدده؟ بيتحدد بالاو بي نفسها، الاو بي اللي هو والزد اكسس. البلين هذا بيتحدد لاحظوا اللي هو O Z الأوريجين مع Z axis، هذا أول خط اللي هو محور Z، وال O P اللي هي الخط الواصل بين خلينا نحكي الأوريجين والنقطة P. فأصبح عندي ثلاث مستويات، سطح كرة وسطح مخروط وسطح مستوي بيمتد من الزيرو في اتجاه خلينا نحكي الزاوية فاي. طيب في عندي اليونت فيكتورز تبعون هذولا الثلاث سطوع، عندي ال R unit vector هي باتجاه زيادة R، أو خلينا نحكي بيكون عمودي على سطح الكرة. هاي ال R unit vector هو عمودي على سطح الكرة اللي نصف قطرة R وباتجاه زيادة R. ثيتا خلينا نحكي عمودي على الزيادة في ثيتا، لاحظوا ثيتا بتزداد كلما ابتعدت عن ال Z axis وبتنزل باتجاه إيش؟ بتنزل باتجاه ال XY plane، يعني لما تصير على حد الاكس واي بلين بتكون الزاوية ثيتا تساوي 90 درجة، وطبعا بتظلها تزيد لحد ما توصل 180 درجة لما تكون الزاوية خلنا نحكي باتجاه محور الزد السالب. فلاحظوا هنا لما ارجع لرسمة الاكس واي زد عشان احدد اليونت هاد اليونت فيكتور، لاحظوا هاي اتجاه الار يونت فيكتور اللي هي باتجاه زيادة الار، حكيت لكم هذا كلما نزل للأسفل تزداد الزاوية ثيتا حيث بتوصل زي ما حكيت لكم 90 درجة. فإذا هذا الثيتا هات هو اتجاه زيادة الزاوية ثيتا، واللي على اليمين هذا اللي هو الفاي هات هو باتجاه زيادة الزاوية فاي، الزاوية فاي بتلف لفة كاملة حول محور الزد يعني 2 باي بتلف 360 درجة الزاوية فاي، يعني الرينج تبعت الزاوية فاي بتلف 360 درجة حتى ترجع لنفس المكان اللي هي فيه. لاحظوا هذول متعامدات الثلاث الار الار خلينا نحكي الار هات والثيتا هات والفاي هات متعامدات على بعض زي الاي والجي والكي. فخلينا نحكي قاعدتهم الثلاث هذول الثلاث يونت فيكتور في لهم قواعد هون خلينا نكتبهم. طيب هسه اي فيكتور
بدل ما كنا نمثله بالاي والجي والكي، هسه بدي امثله بالار والثيتا والفاي. عندي ال 3 كومبوننت. اول كومبوننت بنسميه الاي ار. الاي ار هذا بكون فانكشن اوف ار اند ثيتا اند فاي، بكون باتجاه الار هات. برضو الاي ثيتا هو الكومبوننت الثاني اللي هو زي بدل الاي اكس والاي واي والاي زد، صار عندي اي ار واي ثيتا واي فاي. كل هن الثلاث الاي ار والاي ثيتا والاي فاي هي فانكشن من الثري كوردينت اللي هي الار والثيتا والفاي، وهي كميه سكيلر. بينما اللي بدل على الفيكتور هو اليونت فيكتور هذول اللي هي الار هات والثيتا هات والفاي هات، فهذولا هن الثري يونت فيكتور. اذا اي فيكتور بالسفيريكال كوردينت بنعبر عنه بثري كومبوننت اي ار واي ثيتا واي فاي. هسه هذولا بطبق نفس نظام الاي جي والكي، هذا الار بطبق زيه زي الاي، والثيتا زيه زي الجي، والفاي زيه زي الكي. فار كروس فاي بيعطيني ار كروس ار هات كروس ثيتا هات بيعطيني فاي هات. هسه هاي العمليه سايكليك يعني دوريه، يعني جبنا الفاي حطيناها بالاول وعملنا كروس برودكت مع الار هات تعطيني ثيتا هات، ثيتا هات حطيناها بالاول وعملنا كروس مع الفاي هات بتعطيني الار هات. فهذا خلينا نحكي قاعده. طبعا اي يونت فيكتور كروس مع نفسه بيعطيني زيرو، ونفس الشيء دوت برودكت، دوت برودكت بين اي اثنين من هذولا بيعطيني زيرو لان اورثوغونال عموديات على بعضها البعض، واي دوت برودكت بيناتهم بيعطيني واحد. طيب الدي ال اللي هو الطول، الدي ال زي ما حكيت لكم دي ال ار باتجاه الار هاد، دي ال ثيتا باتجاه ثيتا هاد، دي ال فاي باتجاه الفاي هاد. هسه هذول السكيلينج فاكتور طلعناه من مثال سابق، الار هو طول فما في داعي، يعني الاتش ار له بيساوي واحد السكيلينج فاكتور. طبعا هذا حليناه باكزامبل في المحاضره الاولى، طلعنا السكيلينج فاكتور الاتش ار والاتش ثيتا والاتش فاي. فال طول بالنسبة للآر هو طول دي آر، بالنسبة للفاي الطول مش يعني دي ثيتا ليست طول، فحتى تصير طول لازم نضربها بالأتش ثيتا واللي طلعناها في المحاضرة السابقة هي عبارة عن آر. فآر لما أضربها بالدي ثيتا هاي بصير عندي طول اللي هي طول القوس اللي لما يكون خلينا نحكي الخط نازل لتحت، فآر دي ثيتا يمثل عندي طول القوس. طيب عندي آخر واحدة اللي هي الفاي، الفاي ما بتمثل عندي طول، حتى تصير طول لازم اضربها بار ساين ثيتا بتصير طول، اللي هي السكيلينج فاكتور الا حتى تصير طول لازم اضربها بار ساين ثيتا اللي هي الاتش فاي، طلعناها في المثال السابق. احنا طلعنا الاتش ار بتساوي واحد والاتش ثيتا بتساوي ار والاتش فاي بتساوي ار ساين ثيتا، حتى هذول نضربهم بالكوردينت. لاحظوا هنا ضربت الواحد بالكوردينت دي ار حتى يصير طول، يعني هو اصله طول فما في داعي نضربه بشيء حتى يصير طول. هون الدي ثيتا ضربتها بار حتى تصير طول، واخر واحد الفاي ضربتها بار ساين ثيتا حتى تصير طول. هسا عندي الحجم، هذا الدي تاو الحجم اللي هي عباره عن ضرب هذول الثلاث مع بعض، ضرب الدي ال ار ضرب الدي ال ثيتا ضرب الدي ال فاي. لما اضرب هذول الثلاث على الطرف الايمن مع بعض دي ار في ار دي ثيتا في ار ساين ثيتا دي فاي بصير عندي هذا الجواب اللي هو ار تربيع ساين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي. فهذا هو الحجم. طبعا السطح لازم تاخذوا السطح كل ثنتين مع بعض، لازم اخذ الدي ال ار مع الدي ثيتا حتى يصير سطح، يعني دي ار دي ار دي ثيتا هذا عباره عن سطح. طيب او اخذ الدي ال ثيتا مع الدي ال فاي هذول الاثنين بصيروا كمان سطح، لي ار تربيع ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي هذا كمان سطح، او اني اخذ الاول مع الثالث بصير سطح اللي هو هذا دي ال ار باخذه مع الدي ال فاي كمان بصير سطح، اللي هو السطح عباره عن حاصل ضرب طولين، فاي من هذول الاثنين بيمثل طول، اي من هذول الثلاثه بيمثل طول. الحجم اخذت الثلاث ضربت الثلاث مع بعض صار الحجم. بالنسبة للمساحة مش موجود في الكتاب طبعا، بس كيف بدي اعمل مساحة من هذول الكوردينت؟ باخذ كل ثنتين لحال، يا الأولى مع الثانية، يا الثانية مع الثالثة، يا الأولى مع الثالثة. وبهيك بنكون أنهينا يعني أول قسم من السفيريكال كوردينت، وبنتابع معكم إن شاء الله يعني المرة الجاية بنخلص السفيريكال وبنبدأ بالسلندريكال. بس إحنا قاعدين يعني الكمية اللي إحنا بناخذها كمية يعني حتى
انا يعني اختصرت محاضره، بدي احاول بالويك اند انزل لكم محاضره تعويضيه عن يعني المحاضره اللي اختصرتها، فان شاء الله بالويك اند هذا بنزل لكم محاضره، وان شاء الله بنزل اعلان يوم السبت بموعد الكويز الاول حتى ناخذه يعني معاه ان شاء الله في تشابتر 1، عشان نخلي الكويزات هينه، كل تشابتر بعمل عليه كويز خاصة الأول والثاني لأنه هذول تشابترات طويلة جدا. التشابتر الثالث بياخذ معنا محاضرات أقل، يمكن محاضرتين ثلاث، تشابتر رقم 3 نفس الشيء، تشابتر 4 محاضرات أقل، تشابتر 5 كمان الماتريسز اللي هو كمان ناخذ عليه بنحاول محاضرات يعني أقل حتى نحاول نغطي المادة أكبر قدر ممكن منها في هذا الفصل الصيفي إن شاء الله، تكونوا تقريبا مغطين كمادة بتتغطى عادي بأي فصل عادي.